مرحبا بكم في حصة جديدة مع أنصيبل. دائما راح نكملو اليوم إن شاء الله نشوفو شفنا في الحصص اللي فاتوا كاش نوجدو إن ماشين لينكس باش نجريوها بأنصيبل، كاش نوجدو إن ماشين لويندوز باش نجريوها تانيك بأنصيبل، وراح نشوفو اليوم كاش نوجدو un dispositif réseau باش نوجدو management بانسيبل. على بالي بلي خطر اللي فات تحضرنا على البلاي بوك بس كان ما كانش عندي لي موان باش ندير هاد لا بريباراسيون، يعني باش ندير كون ديمونستراسيون كاش تبريباريو ان سويتش ولا ان روتر. واحد من اللي حضروا معنا باسيسيون بارك الله فيه عطاني دي زاكسي لي سويتش سيسكو اوفر اللي نقدروا نوتيليزيهم. من بعد انا نشوف بلي هذوك لي سويتش سيسكو يوتيليزيو دي ان انفيرومون فيرتوال، جبتو كاريمون حوست عليه كاش نجيبو، جبتو هذيك لابليانس وسيت ان روتر فيرتوال اللي به رايحين نتعلمو ان شاء الله كاش واحد يقدر مام يجيري به ان انفيرونمون اللي ها باي بريباري سي سي ام بي مثلا ولا سي سي اي ولا ان تروك يقدر يوتيليزي به يوتيليزي. ثاني راح نشوفوا في هذه الحصه كاش نكونفيغوريو في الماشين فيرتوال سوكا في ام، اوكي، ونحكي لكم شويه عليه. سي اس ار ميل في نتاع سيسكو، اوكي، وكاين ليكيفالون ثاني اون جونيبر، كاين دوتر مع دوتر كونستركسيون. احنا خيرنا هذا ماشي معناته شويه بارابور لي كونيسونس اللي عندي، وراحين نبدو على بركه الله هاد البريزونطاسيون. ديجا راحين نحكيو على سي اس ار ميلفا. الوغ سي اس ار ميلفا سي ان روتر بروفايدر، اوكي، سيسكو سيرفيس راوتر، وهو يخدموا به اكثر في لونفيرونمون فيرتوال سواء كلاود ولا فيرتواليزاس. معناتها اذا عندك انفراستركتور كل شيء فيزيك ما عندها حتى معنى اوتيليزي سي اس ار ميل. اذا عندك ان انفيرونمون كلاود مثلا يبرجيت عند امازون ولا عند جوجل كلاود ولا درت اوبن ستاك عندك اون بريفي، لا، هنايا لي روتر لازم يكونوا لي سويتش لازم يكونوا كومون ديرها، لازم يكونوا فيرتوال. واحد يقول لي كاينين باغ اكزومبل في اوبن ستاك وعند جوجل عندهم دي روتر ديجا، مي كي نحكيو دي فوا دي فونكسيوناليتي ما نصيبوهمش، نصيبوهم عند لي سبيسياليست نتاع الريزو ولا المختصين في الريزو. واحد اذا حب يوتيليزي سي اس ار 1020 لازم ينستاليه في ماشين فيرتوال. الماشين فيرتوال هذه لازم يكون عندها او مينيموم ان في سي بي ولا معناتها سي بي فيرتوال واحد حتى ل 8، فور سا ديبون واش راح تخدم به. والميموار من 4 ل 6، والديسك سبيس 6 حتى 6، لونفيرمون دو تيست 6 4 ويخدم نورمال، مي دون ان انفيرمون دو برودكسيون 8 يخدم عادي. والنتورك انترفاس هنايا سي تو ديبون على ليبرفيزور، حنا قادر يكون عندك زوج، قادر يكون عندك ثلاثة، قادر عندك لا كاباسيتي لي اكسبتيها تدير لا بارتي هنا ليبرفيزور. حنا هذا هو لو شيما نتاعنا، كانت عندنا هنا ماشين او اس اللي فيها لينكس ولا ويندوز، وماشين كان فيها اونسيبل، زدنا دركا ان روتر هنايا اللي كوم سي هو اللي فاجوي لو رول نتاع نيفو 3 داش مينيموم دو باكيج في الانفيرمون فيرتوال نتاع. الوغ هذا الحاجه اللي نعرفوها عليه ديجا السيسكو هذا 1000 في سي اس ار 1000 في يجي باكيج، اوكي، يجي باكيج فيه باكيج، وكل باكيج واش يخدم. الباكيج دو باز يسموه اي بي بيز، هذا فيه كاع لي فونكسيوناليتي براتيكمون تاع روتر اللي تعرفوهم، لي ديفيرون
les différents protocoles BGP, OSPF, UGRP, Route RIP, GRE, VRF Line, qualité de service, la haute disponibilité, par exemple VRP ou la GLBPR, GLBP. Alors, on a un tani les ACL, la gestion, le SSH et tout. Il y a un peu de temps la partie sécurité où on a un IPSEC VPN ou le Flex VPN. لهنا واش لازم لازم تروح للباكيج الزوج الباكيج الزوج اللي هو باكيج تاع سيكوريتي فيه الاي بي بيز اللي شفناه قبيلات ويزيدوا له لا كود سيكوريتي هذه اللي فيها جينيرالمون لي زاسبيت سيكوريتي افونس داكور وكاين مورا سيكوريتي اي جي اب اكس اوكي وفي هذا الاب اكس نصيبوا دي روت دي بروتوكول بوكو بلوس افونسي تيل كو ام بي ال اس OK, VXLAN, VRF, هادو نصيبهم فهلا فهلا. ونجيو الAX هو الباكيج كومبلي اللي يكون فيه IP Base, Security والAX. OK, واحد يقول لي لو شوا سي تو ديبوند دوك لو شوا اللي راك راح ديره انت كي تكون تخدم في لونفيرونمون ريزو تاعك هذا سي بيرمو نتورك. مثلا هذا لو le CSR 1020V هذا يروح في التروبوت حتى ال 10 جيجا في الداتا سنتر فيرتوال يروح حتى ال 10 جيجا مي الفو فير اتونسيون 10 جيجا هذه فالاب غير كي يكون عندك الباكيج اي بي اي بي بيز ثم دخلت لي فونكسيوناليتي دو سيكوريتي ديت الباكيج نتاع فونكسيوناليتي دو سيكوريتي ما يقدرش يديباسي 5 جيجا دو 5 جيجا دو تروبوت اذا حبيت تدير 10 جيجا دو تروبوت في الروتر تاعك هنا تلتوفو دو في سي دو بروسيسور وربعة 4 جيجا دو ميموار عندك 4 جيجا ميموار ميموري وزوج تاع لي هادي فلوغه وهنا واش راح تجيري تجيري 10 جيجا دو تروبوت بصح اذا كنت مثلا باغي تروح تخدم الاب اكس الاب اكس غير ب 5 جيجا هنا خاصك وي في سي بي باسكو يا ترو دو تريتمون في هاد لي زوبيراسيون افونس الوغ هذا سي جوست باش نعطيكم عليه une idée là alors la gestion de gestion de CSR 1000V ou une chermobé rahmdruka la version 17 de iOS CSR 1000V il faut faire attention à d'où généralement ce sont mes licences sauf les can jibo sur internet par contre sur internet en 2017 la version de 2017 les 3.11 elle est gratuite c'est à dire واحد اللي حاب manipuler CSR 1000V وهو مهني les fonctionnalités de base surtout واحد اللي حاب préparer des trucs de base لهنايا واش لازم له يتيليشارجي la version 3.11 ما تستحق aucune licence يخدم بها كاع les fonctionnalités اللي bien sûr il est quand inclus هذيك لا la version. Alors, je vous montre le CSR 1000V ou la chislah ou je vous le prérequis pour que vous utilisez dans un environnement virtuel. Je vais vous montrer ce que vous configurez pour que vous managez en utilisant Ansible. La config que je vais vous montrer elle est valable pour tous les dispositifs pratiquement Cisco, que ce soit ESR router ou la switch. Layer 2, Layer 3, تقريب la même chose. لازم واحد يأكتيفي SSH وينجكتي فيها la clé publique نتاع l'utilisateur Ansible, l'utilisateur de management Ansible. Entre temps, راح نتعلموا احنا هنايا شوية la partie CSR 1000V كاش نوجدوه من الزيرو.
كتوجدوه من الزيرو. راح نوريكم انا اباز دو اباز دو كافيام فيرت ماناجر مي الي فالابل بور او اس اكس سي ولا بور فيرتوال بوكس ولا انا لا ماشين تاعي اللي نخدم بها فيها لينكس الوغ نخدم بها هادي. اوكي واش رايحين نديرو دركا؟ رايحين نكريو اون ماشين فيرتوال. اوكي لا ماشين فيرتوال نخيرو فيها واش رايحين يوتيليزي. ها هو لا فيرسيون اللي قلت لكم عليها 3.11. انا عندي مام لا فيرسيون 17.02 تقريبا التاليه بها بلا ليسونس مي سي با لو بوت. هنايا لازم فيرسيون ديفالياسيون لا ليسونس بيان سور. ولا هنايا راني يوتيليزي في 3.11 هنايا ما عندي حتى مشكل معاه ما يستحق حتى حاجه غادي نرفض هذا. هنايا لازم نديرو تيب جينيريك ديفولت داكوغ ولا لينكس 2.4 اللي يكون يخدم باوتر ايميلاتور ولا اوتيل فيرتواليزاسيون. نافونسيو هنا نعطيوه باغ اكزومبل 4 جيجا برام باش نخدمو شويه الاف ونعطيه 2 في سي بي. قلنا هنايا نقدروا نعطيوه 8 جيجا نعطي غير 6 جيجا ما يستحقش كاع 8 جيجا. اوكي الو ان فوا يطلع باك نوريكم اللي هنا واش درت. هنايا جي شوازي الاي اس ار 3.11 اوكي هذا تاع 2017 قوي تيب. هنايا تاع سيستم ديكسبلوطاسيون هو نورمالمون سي لي بازي سو لينكس باش تفهم مليح. هاد لا فيرسيون لي بازي سور 2.4 الكورنر 2.4. من بعد نعطيه هنا 4 جيجا درام تو في سي بي 6 جيجا نسميوه CSR 1000V. اوكي هنايا واش رايحين ندير؟ رايحين ندير كوستمايز باش نزيد دي انترفاس بيسك هو ان ماشين فيرتوال بار ديفو كي تكريوها تعطيها انترفاس وحده. انا باغي نخليها باش نزيد دي انترفاس. اوكي راح نزيد دي انترفاس بور ايميلي كاريمون ان روتر. احنا عندنا غير انترفاس واحده راح نزيد اون اوتر انترفاس نتورك ما يهمنيش باش راح ندخلوا في الديتاي تاع النات والبريدج ولا ما يهمش احنا ايميليو برك كانسل. راح نزيدو عاود اد نتورك وهنا عندي ثلاثه تاع نو ممكن ندخل لا ماشين وندير شو انترفاس يجيوني ثلاثة تاع لي بيجينغ استالاسيون وهنا راح يبدي الانستالاسيون تاعو الاخ نزيد شهرين او هنايا بدا الانستالاسيون. الوغ فهاد لابارتي اللي هنا ما عندكمش حاجة كبيرة ديروها تخليوها انستالي بار ديفو ويو بروبوزي كون كي يكمل لا بريباراسيون تاع لا ماشين فيرتوال كي يكملها واش يدير يدوموندي لكم اسكو تكونفيغوراها دون فاسون اوتوماتيك ولا تكونفيغوريوها مانيوال. حنا اون فا باسي لا بارتي مانيوال باش نشوفو اكزاكتومون كاش يصرا كوم سي راحنا جايبين الروتر جديد ورايحين نبريباريوه. نخليوه هو يزيد اوكي وانا راح نفهمكم شويه امبارتي نتاع اللي بريباريناها باش نديرو لي ديمونستراسيون داكوغ. بريبارينا لهنايا ان ريبيرتوار سمينا نتورك نشوفو فيه اونسيبل كات اونسيبل كونفيغ واش درنا فيه الوغ انفونتوري هوست
هذه غير persistent command، هذه بارابور لا كونيكسيون كي نكونوا كونيكتين باس اس اش، واحد ينسى ديكونيكت اوتوماتيكمون، نقدروا ديزاكتيفوها ابارتير دي. هنا نشوفوا ثاني هوست منظر كا راح نوتيليزي، وهذا اي او اس مانجمنت كنت خدمت به من قبل، هذا اكسيسيبل فور تو الموند داكور، تقدر تلقوه سير انترنت مي ا مومون دوني غير شويه ويرينيشاليزي لك لا كونفيغوراسيون ديكو تحصل ثم تقول تخدم بعد تولي. هذه هي لادريس اي بي اللي غادي نخدموا بها، ثم من دروك غادي نحشفوا عليها باش كونفيغوريو الانترفاس الاولى اللي دو مانجمنت تاعو 210 و اون سيبل يوزر بويدا، معناتها الروتر راح نكري فيه ان يوتيزاتور نسميه بويدا، علاش باسكو لا ماشين لينكس اللي راني نجري بها فيها ليوتيزاتور بويدا باش نسهل على روحي ونفيتي كتيبه تاع كي نجي ناكتيفي. الوغ هنايا جي بريباري دو بلاي بوك، الوغ لو برومي بلاي بوك راح نشوفوه سي اس ار. الوغ هذا واش الخدمه تاعو؟ راح يدير لنا شاوران، هذا مك شمعناتها راح يعطينا لا كونفيغوراسيون يوتيليزينا به اي او اس كوموند. اوكي هذه اي او اس كوموند اللي نبعثوا بها شاوران، وبروفايدر هو لي دوني دوتنتيفيكاسيون اللي رايحين يوتيليزيوهم، كما هنايا غادي نسميه بويدا مع بويدا. واحد يقول لي هنا باسورد راهو اون كلير، وي بيسك بور لانستون ما راكمش تعرفوا وش هو كومون بروتيجي لي دوني سونسيبل في انسيبل اون اتيزون فولت. بور لانستون راح نخليوه اون كلير. هنا البروفايدر هو هادو لي زانفورماسيون بور كونيكتي الروتر. كونيكسيون كاين بزاف لي تيب، كاين لوكال، كاين ان ام نتورك سي ال اي، حنايا نوتيليزيو لوكال. وهنايا عندنا لا كوموند شو انترفيس داكور، راح ندير شو انترفيس ولا ندير شو ران. انا هنا بديت بشو ران، من بعد درت شو انترفيس باش نشوف فريمون بلي عندي ثلاثه تاع لي انترفيس، وهنايا باش يعفيش لي الريزلتات تاع ليكزيكيسيون واش درت. اوكي الوغ هادي سي لا بارتي لا بارتي جوست كونسلطاسيون. من بعد راح نشوفوا باللي احنا ما نقدروش نديرو هنايا باغ اكزومبل اونسيبل راوتر باغ اكزومبل مو ام سيت اب، هادي اللي شفناها داك، علاش ما نقدروش نديروها هادي؟ شكون يجاوبنا علاش ما نقدروش نديروها؟ علاش ما نقدروش نديرو حنايا لهنايا شو سيت اب على ان ديسبوزيتيف ريزو؟ هاد ريبونس الوغ هادي هادي تري امبورطونت باسكو تفهمنا بلي اونسيبل يوتيليزي بايثون جينيرالمون لي سكريبت نتاعو ولا لي موديل نتاعو لا بليبار مخدومين بيتون، يجي كويت اكزيكوتاو سور لا ماشين ديستون. بصح حنا ما نقدروش انستال اكزيكوتاو بيتون سور لو سيرفر لي طو سور لا ماشين ريزو، ثم غادي نوتيليزيو بوكو بلوس لو مودول راو باش نكزيكوتاو لي كوموند تاعنا. داكوغ علاش تبريباريو كلشي لا ماشين لهنا وتبوشاو بو ليكزيكيسيون ديريكتومون سور لو sur le routeur, sur le routeur. Alors faut chaque fois faire attention à les remarques. Peut-être nous pouvons exécuter par exemple une machine Linux, une machine Windows, une machine Windows utilise une WinRAM qui accepte peut-être sur la machine ou sur la machine Linux c'est la même chose. Mais les machines réseau généralement de sécurité, les cas sont différents. وفي هذا الكار خصك فريمون تياتر بريدون في لوتيليزاسيون. الوغ هذا سي الاول، من بعد درت كونفيغ هذا الدوزيام واش راح ندير به؟ هذا راح نكونفيغوري به لو غوطاج او اس بي ار.
OSPF اللي هنايا هذا كونفيغوري تاع كونفيغوري الاريا زيرو. دكو جمعت الريزو هنايا راهم عارفين علاش راني نحكي، قادر يكونوا مام فاهمين خير مني واش راني نحكي. لكن هنايا باش حنا نكونفيغوريو لو بروتوكول دو غوطاج كو فا اتر اوتيليزي باغ هاد دو روتار في الاريا زيرو. اوكي الوغ نرجعوا لا ماشين تاعنا تقريبا تكمل. اوكي هنايا هو دخل ديجا اونترين ليفل 2 سويتش انتو ران ليفل 3. هنايا تشوفوا باللي هذا ريال مو سيت ان روتر فيرتوال مي ايدي بازي 100% سور لينكس، تدير واحد لي ميتريزي لينكس ما عنده حتى بروبليم لهنايا، خاطش اصلا لهنايا كاين جراب وكاين كونفيغوراسيون وكاين بزاف لي تروك لي سيميلار لينكس. غير واش هو لا فاصون بور لو كونفيغوري لو جراب باغ اكزومبل فهاد لا ماشين وماشين لينكس سي با لا ميم شوز. تدير سيسكو ايزون بيرسوناليزي خلاو توجور لو كونتكس نتاع اون كونفيغوراسيون. وهنا لا ماشين تاعنا اي او اس XE إيكو. تشوفوا باللي لا فيرسيون قديمه شويه 2014 ولا هنايا راهو يبدي كوم سي ستان روتر اون كور ديكزيكيسيون. هنايا بوت فلاش فيزيك ميموري، انا كوم سي راك تشوف دي رام وفلاش ميموري واش فيهم. اي سون كونفيغوري هنايا ديريكتومون يوتيليزون لي انفورماسيون لي مديناهم. هنا يدوموندي لي انيشال كونفيغوريشن، نقول له ناو راح ندير كل شيء فروم زيرو وحدي. هاكو كي شغل غادي ديماري ان روتر خاوي اوكين انترفاس كونفيغوري، ما كان حتى حاجه كونفيغوري فيه. اوكي وانا راهو يبدي يدير لا كونفيغوراسيون بور alors hadi tani ça prend un peu de temps باش تكمل لا كونفيغوراسيون تاعها. هادي مليحه الناس اللي يوتيليزي وكاين اللي يوتيليزيوها مع تاني جي انتغري في ايفا ان اوتي دو سيميلاسيون دو ريزو كيما جي ان اس 3 ولا الناس اللي بريباريو بوكو بلوس لي لاب تاع سيسكو. لي كونساي بزاف بور لي لاب سي سي او دكوغ، الناس اللي ان شاء الله راها عندها في راسها باش دير ان لاب سي سي او اون اوتيليزون سي 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 اس ار 1000 في او في ام وار ولا ان اوتر اوتي دو فيرتواليزاسيون يقدر يمونتي لو لاب كومبلي اللي كان يستحق الملايين باش تشريه. درك ديرها سور الماشين فيرتوال وتسيميلي كاع لونفيرمون سي سي او تاعك اذا كان قدرك ربي ان شاء الله باش توصل لهذاك لو نيفو expertise sur le produit network Cisco. Est-ce que vous avez des questions en attendant Ikemel? Alors, Hakda راهو كمل. اوكي كمل الخدمه نتاعو. واش راح نديرو؟ راح نبدو او موان كونفيغوريو البديه لا ماشين لو روتر تاعنا. سي فو زافي دي كاستيون مات بوكو بلوس واش حنا نخدمو، ما قادر تكون تروحوا بعيد شويه في الريزو ما نعرفش ريبوندي لكم. الوغ باش تكونفيغوريو اوتوماتيكمون لازم تكونوا اون مود كونفيغوراسيون كونفيغ تي تيرمينال. داكوغ الحاجه الاولى اللي راح نديروها هاد لي لوغ باش ما يوريش يخرجوا لنا بزاف. داكوغ سينكرونيزاسيون بور ديزاكتيفي لا سينكرونيزاسيون دي لوغ. الوغ لاين console 0 login synchronization
اوكي من بعد ثاني الاكزاكت تايم اوت على الكون على لا كونسول اون سي جامي تكون تخدم جينيرال مو تنساها وتروح لا كونسول تروح لك وديكو ما تعرفش ما باكاش تاكسيدي لها هنايا يفوت ديزاكتيفي التايم اوت ستادير اي محلوله اوكي ديزاكتيفي ثاني الدومين ناو ايبي دومين لوك اب اوكي من بعد دوك نعطيوه انو اون سيبل باي اكزامبل روتر 1 انت ترى عندنا الروتر تاعنا الجديد اوكي بلو نوم تاعو نكريو ان يوتيليزاتور يوزر نيم شفيتو بويدا غادي نعطيه لو بريفيليج سوبر يوتيليزاتور مع الوغ جوست الناس بالك كاين اللي خدموا بزاف لي سويتش اللي خدموا بلي روتر كاين اللي خدموا باسورد وسكرات دو بريفيرونس يوتيليزي سكرات اي دو بلو سيكوريزي كو لوتيليزاسيون دو دو مود باس ولا هنايا ما تنساوش بلي جوسكا بريزون راه عندنا لو نو لوتيليزاتور مي ما نقدروش نكونيكتاو ا ديستانس الوغ الحاجه الاولى اللي راح نديروها سي كو لازم ناكتيفيو لاكسي اس اس اش اوكي الوغ لين في تي ايغريك من الزيرو حتى للكانز على بالكم الزيرو حتى للكانز هما بوكو بليز لي بريفيليج عندنا الكانز سي سوبر يوتيليزاتور ولا روت سوا ديزون تاع روتر والزيرو اللي ما عندها اوكان بريفيليج داكو الزيرو اللي ما فيه اوكان بريفيليج جينيرالمون هذا سا نيسيسيت با authentification et utiliser pour la négociation les protocoles par exemple avec un protocole dynamique la distribution de tables de routage par exemple entre deux routeurs pour qu'ils communiquent à travers le TT VTOI 0 blanigal sahoulia c'est des informations que je vais remplir login local وهنايا ندير ترانسبور انبوت اس اس اش اوكي الوغ اللي هنايا وجدت لا ماشين تاعي باش تولي الله يبارك هذه خاطر البريفيليج راك تحكي على لاين في تي ايغريك في تي ايغريك بيسك معناته في تي ايغريك معناته لا كونسول راني نحكي انا بوكو بليس على الزيرو للكانز لو بريفيليج نتاعهم بيسك من بعد كي ديروا الشاوران هو ديجا يقسمهم من الزيرو للكات ومن من سانك للكانز مش عارف علاش يديرهم جماعه تاع الريزو سون بيان بلاصي باش يعرفوا لاش تصلح انا بوكو بليس نوجد لكم كاش جيريوا اوكي الوغ دوكا نشوفوا لي زانترفاس اللي راهم عندنا تشوفوا بلي عندنا ثلاثه تاع لي زانترفاس جيجا بيت انترنت وحده حتى وحده ما فيها ادريس اي بي اوكي ولا ميثود ماهيش ادمينستراتيفلي داون اوكي رايحين دروكا نعطيوها نكونفيغوريو الانترفاس جيجا 1 داكوغ هادي نعطيوها ادريس اي بي اللي شفيتو عليه قبيلات 192.168.122.210.254 زيرو اوكي وهكذا تولي اون بو اكتيفي اون بو فار اون بو فار
دروغ هنا يا خرج منها انترفاس اب اوكي شو ران وهنا on peut voir des informations على لا كونفيغ اللي درناها دركا يوزر نيم عندنا هاد لي انترفاس تاعنا اللي زدناها الوغ كل لي زوتر انترفاس ما راش فيهم حتى بار كونتر حاجه واحده اخرى ما كايناش ها هما ونات لي كونفيغوراسيون هاي اللي كنت نحكي لكم عليها قبيلات لاين في تي ايكغيك 04 من بعد لاين 5 كامل راهم كونيكتي لك وعندكم الانترفاس سيري اوكسيديال هذيك ما تهمناش تما دركا سي بون هذا منا نقدروا ما نخرجوا منه باش نوليو ناكسيديو دروك اون يوتيليزون اس اس اش اوكي علاش اس اس اش بيسكو من بعد كي نجيو انتيغريو كي نجيو انتيغريو لا كلي بيبليك تولي صعيبه علينا باش نكوبي ولا هنا سوف لي كنتو في ان اوتي دو مانيبيلاسيون يكون الوغ هنايا راح نوليو دركا لا ليتيليزاسيون ديريكتومون تاع لي SSH 168 2 1 par exemple va être connecté je ne peux pas connecter non 192 172 واش عطيناه الادريساج اي بي ندير في دقيقه الله يخليكم نيبر ران شو ران واش عطيتكم ادريس 210 مازال مش مأكتيفي SSH SSH version 2 مازال مأكتيفيتوش يعني داير ديكا عندي انا الوغ عاد نرجع للكونفيك نتاعي اوكي الوغ لهنايا نروحو نجينيريو كريبتو كي جينيريت كون تي تي الوغ كريبتو La partie RSA. Alors, vous voyez, il supporte beaucoup plus RSA. On dit le 1048, c'est la taille de... Ah, ici, je vais déclarer le domaine. Domain name. Par exemple, running linux.dz. نعاودو نجينيريو اوكي ناكتيفيو اي بي اس 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 فيرسيون 2 هادي اي بي اس 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 تاني نزيدو من التايم اوت معليش الوغ اكزيت
اكسيت نرجعوا لا ماشين تاعنا باش نعاودوا ناكسيدو هذه ستونس هنايا دوكا يدخل نورمال داكوغ يدخل بالمود باس دوكا يدخل عادي ونوتيليزون لو مود باس الوغ هنايا شكون فا فاغ اون فا اوتيليزي لا كلي هادي لا كلي تاع الاوتيليزاتور الاوتيليزاتور بويده في لا ماشين اللي فيها انسيبل اوكي اي دي ار اس ا بوان بي هادي خصنا نكوليوها لهنايا خصنا نكوليوها لهنايا اون اوتيليزون اي بي اس اس اش بيان سور كي الوغ هنايا ندخلو بور faire rentrer et puis SSH pub key et puis SSH pub key chain maintenant l'utilisateur de la hind a été voilà voilà un com K string. Okay. لهنا خصنا ندخلو لا كلي. Problème c'est que la clé لهنايا بهاد لا فاصون راهي ديباسي 72 في البفر هذا باش نكوبيها ونقوليها لهنايا. Du coup غادي نبدل البفرينغ تاعها -w 72 على لو فيشي هذاك وهنايا درك نرفد غير لا كلي. داكو لا كلي وندخلها لهنا هذه لا كلي الاولى هاد لا بارتي كامل ستون بريباراسيون باش من بعد واحد يقدر ياكسيدي لا ماشين اون يوتيليزون اس اس اش بلا ما يحط لو مود باس اوكي هذه الي يتي حتى في لا جاستيون تاعكم برا من اونسيبل حتى واحد اللي ما يتريج اونسيبل يقدر اوبليغاتوارمون يدير هادو باش ايفيتي لوتيليزاسيون تاع لي مود باس الوغ هنا الداتا ساي كملنا منها اوكي اكزيت كونفيغ لهنايا واحد يقدر يوتيليزي شاوران باش نشوفو اسكو زادنا البيبكاي ولا لا لاكلي بيبليك نتاعنا راح نشوفو بلي ها هي ونات زادها لهنايا هادي سي لا فينغر برينت سينياتور وعندنا لي زانفورماسيون على الوغ شوفو لنا لهنايا سي لي زانفورماسيون لا ماشي الوغ هكذا نورمالمون انايا دروك اون طونك اوتيليزاتور وكان نجي لهنايا en tant qu'utilisateur simple, on a dit 168, 122, 110. C'est la première connexion, on a dit, yes. Contrôle 100, mot de passe. Contrôle 100, mot de passe. C'est ma drogue la config, on a dit, comme je l'ai dit, ça a dit, c'est bon. Par contre, drogue, je peux utiliser Ansible sur routers moins M row moins A commande show interfaces. وهنايا هاي لا كوموند تاعنا ثلاثة تاع لي انترفاس up وهادو دا اوكي ثم هنا يفو فار اتونسيون وشا هما وش باش رايحين تخدموا بلي موديل اللي رايحين تخدموا بهم لهنايا اونسيبل دوك جراب اي او اس موال وهنا يجيب لكم كامل لي
هذا سير خاطئ، هذا ما منا بكو بليس، هذا هادو اللي راح تخدموا به كما احنا راح نتريزيو اي او اس كوموند ولا اي او اس كونفيغ. داكوغ هادو دو كوموند اللي راح نتريزيو. الوغ اذا ولينا شفنا هذه شو انترفاس درناها اون اتيليزون ان كوموند اد هوك، راح نشوفو كاش نديروها اون اتيليزون ان بلاي بوك، وشفنا باللي نقدروا نutilizeو هنا يا show interface command نutilizeو iOS command. iOS command ما تنساوش باللي عندنا تما احنا يا وش راح نديرو، ونصيبر empty wrapper playbook normalement best practice syntax check CSV. نشوف اسكو فريمون راهو مكتوب نيشان. كي نحكيو على هذه وتولي نيشان واش راح نديرو، راح نفيريفيو اسكو تت اكزيكيوتا. نشوفو واش تعطينا gathering fact على لي انفورماسيون على ديسبوزيتيف فرا ديستونس تاعنا. ايوانات شو انترفاس اللي درناها قبيلات هي هنايا بالديبوغ. قلت شكون ما درناش ديبوغ غادي يدي لنا اوكي سي بون، هذا لافيشاج نتاع واش صرا في لونتري. اوكي الوغ نعاودو نقدرو نوتيليزيو شو هنايا شو ران باش نافيشيو راوتر او اس بي اف. سي لا بارتي رو او اس بي اف، وهنايا ما راش كونفيغوري كاع او اس بي اف. اوكي راكم ترو ماركيو باللي ماهوش كونفيغوري او اس بي اف. نقدروا نتاكدوا بالاس اس اش شو ران. اوكي شو ران سيكسيون راوتر او اس بي اف كانوان. غادي نخرجو ونروحو نشوفو الدوزيام اللي راحين نديرو بها لا كونفيغوراسيون او اس بي اف. هادي سيت اون كونفيغوراسيون او اس بي اف في لا لين سامبل راوتر او اس بي اف اريا زيرو. قلتلكم بلي سي دي كوموند بيرمو نتورك، جماعة اللي برونشي نتورك راهم عارفين واش سي دي تروك فغيمون بازيك ما فيهمش حاجة تخلع. انصيبل بلاي بوك سينتاكس تشيك كونفيغ سي بون. انصيبل بلاي بوك كادر ان فاكت وهكذا تشينج. فنعاودو نديروها من جديد. لو برانسيب دو انسيبل سي ايدون بوتون انا تاع هنايا رايح نورمالمون دير اوكي اكو سير سون شانجمون بيسك او اس بي اف اللي ديجا كونفيغوري. راح نشوفو اون اوتيليزون اون فيريفيكاسيون اون اوتيليزون اون كوموند ديريكتومون سير لو روتر. وهنايا هي او اس بي اف تاعنا نقدروا نفيريفيوها بالاس اس اش شاوران section router OSP. هاي لا كونفيغ نتاعكم اون اوتيليزون. نتمنى لا حاب نكونفيغوري
20 روتار، واحد هنايا وواحد في البيض وواحد في بشار، ديريكتومون عندك كونفيغ وحده تتعاود، وعندك ديجا انفيزيبيليتي على واش راك راح دير. مي يفو فير اتونسيون، سا نيسيسيت ان باك جراوند فريمون ريزو بلس لا دوكيومونطاسيون تاع اونسيبل. واحد يدخل اونسيبل doc moi par exemple EOS commande, il chauffe gars les options possibles pour hadir ou la واحد يقدر يروح directement exemple qui كمل القرايه ويشوف هما des exemples simples فيهم حتى حاجه appliquer directement show version show interface un exemple sur l'utilisation de donc une deuxième commande copier run startup Alors, Anas, c'est juste pour copier running config, startup config, parce que je vais vous dire que nous allons nous retourner et nous allons nous retourner et c'est directement. Et c'est une petite introduction à comment configurer une machine Cisco ou le dispositif Cisco pour qu'elle soit manageable par un cible. La chose l'oula, activer SSH surtout version 2. Deuxième chose, il faut injecter la clé publique de l'utilisateur Ansible, le cas de l'utilisateur, faire des tests en utilisant moins un row ou moins EOS ping ou là pour vérifier la connectivité, et par la suite on passera aux différents modules en utilisant les playbooks, les rachinchofo des trucs à l'aim avancé inshallah à partir de la séance prochaine, Inch'Allah, sur l'aspect avancé de le playbook. Est-ce que vous avez des questions? دابنا تخدمو بيتون، راني نحكي على كاش اكزيكيتا اونسيبل، عثماني راني نحكي على كاش اكزيكيتا اونسيبل، ان سويتش 2960 ما تقدرش تانجكتي فيه بيتون، بار كونتر اي او اس اكس او ياكسبتي بيتون، اي او اس اكس او ياكسبتي بيتون، اي او اس تو كور ما ياكسبتيش بيتون. Si tout dépend des dispositifs, les dispositifs actuellement à Cisco, par exemple, sont des dispositifs avancés où les accepter ou les fonctionnalités. Hein. Même Python, même Git, même c'est Network Programmability. Alors, si vous n'avez pas de questions, barakallahu fikoum al-hudur.